صباح الخير على مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع. احنا موجودين معاكم النهارده من داخل كليه الاعلام بجامعه القاهره، حيث بدء وانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانويه العامه الراغبين في الالتحاق بكليات الاعلام. وزي ما حضراتكم متابعين معانا، كليه الاعلام بجامعه القاهره باستقبال الطلاب الثانويه العامه صباح اليوم الثلاثاء، اول ايام انطلاق اختبارات القدرات. وبدأ الطلاب في أداء الامتحان. الامتحان طبعا بنظام البابل شيت، والكلية راعت تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. زي ما حضراتكم متابعين معانا، الالتزام بارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي ما بين الطلاب. وطبعا الايام المقبله ستشهد مزيد من تنظيم اختبارات القدرات، حيث ان يسجل الطلاب على موقع التنسيق الالكتروني لحجز اختبارات القدرات، وبعد كده بيتم تحديد الموعد لاداء الاختبار وتوجيه الطالب الى مقر الكليه التي سيؤدي بها الاختبار وفقا للتوزيع الجغرافي لمحل الاقامه الخاصه بالطالب. ومزيد من التفاصيل هينضم لينا دلوقتي الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، هتحدثنا عن اختبارات القدرات في الكلية وهي هتطلعنا على تفاصيل تنظيمها واستعدادات الكلية. أنا وسهلا ست العميدة، ازي حضرتك؟ الله يخليك. حابين نتكلم النهارده بقى انطلاق ماراثون اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الإعلام، فحابين نعرف الاختبار ايه، النجاح من كام، في توجيهات معينه للطلاب، نظام الامتحان بالبابل شيت برضو زي امتحانات الكليه، ولا ايه النظام بالظبط؟ هو طبعا احنا النهارده بنبدا اول يوم من اختبارات القدرات في كليه الاعلام، ودي السنه الرابعه. فطبعا يعني احنا اكتسبنا كتير من الخبرات، والحقيقه ان اختبارات القدرات اصبحت دلوقتي يعني مهمه جدا، لانها فعلا من خلال التجربه اللي احنا خدناها ووضعها في البابل شيت، نسبه النجاح الحد الادنى 60%. الطالب اللي هو بيحقق هذه النسبه بيكون طبعا لائق، وبيتم طبعا قبوله. الاجراءات اللي بتجريها الكليه كلها بترتبط بالتوجهات الخاصه باداره التنسيق في وزاره التعليم العالي. الطالب يتقدم بالدخول على الموقع الالكتروني، وده بيسهل لنا امور كثيره جدا. حسب الكثافه العدديه احنا غالبا في كليه الاعلام بيتم الاختبار على فترتين، فتره اولى وفتره ثانيه، حسب طبعا كثافه الاعداد الطلاب. والحقيقه يعني بيبقى هذه الفتره هي رسميا يعني المعلن ان هي هتنتهي يوم 6 أغسطس، لكن قد يكون هناك حسب طبعا التوجيهات اللي بتجينا من المجلس الاعلى للجامعات والجامعه، انه يكون ممكن ان احنا يتمدى هذه الفتره. ثم بيبدا بعدها ايضا الاختبارات اللي هي خاصه بالشهادات المعادله، بيكون ليها نفس الاجراءات التنظيميه. طبعا احنا الكليه بالنسبه للاستعداد للاختبارات القدرات بنبدا فيها من فتره قبل الامتحانات بفتره، يعني قبل اعلان يعني التنسيق، فتح باب التنسيق للتقدم بالتقدم الطلاب للالتحاق باختبار القدرات. بنكون احنا هنا في ككليه بنكون مجهزين كل ما يتعلق بكل الاجراءات التنظيميه والاداريه. وطبعا احنا يعني بقالنا اكثر من سنه بيتم تنظيم اختبارات القدرات في ظل طبعا الاهتمام بدرجه كبيره جدا بالاجراءات الاحترازيه. طبعا بيتم يعني تنظيم هذه الاختبارات وفقا طبعا لتوجهات المجلس الاعلى للجامعات وايضا الجامعه، لان في متابعه مستمره بين لجنه عليا من جامعه القاهره بيشكلها رئيس الجامعه، وايضا هناك لجنه متابعه ايضا بيتم تشكيلها من خلال المجلس الاعلى للجامعات. الاختبار اختبار بالنظام البابل شيت بيكون مدته ساعه،
الاختبار بيقيس مجموعة من المهارات والمعارف والمعلومات مهمة جدا لطالب الإعلام. في طبعا جزء بيتعلق بإجادة اللغة سواء العربية أو الإنجليزية، جزء آخر يتعلق بالمعارف العامة والمعلومات، جزء بيقيس أيضا الاستعدادات الإعلامية لدى الطالب، ثم جزء خاص ببعض الاختبارات النفسية.